مشاهدي قناة جوتي في أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من المدينة الدار البيضاء. كيفما كتشاهدوا معنا هذه الأجواء صبيحة يوم السبت، يعني أجواء باردة، أجواء هائمة صبيحة يوم السبت تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع. الطريق كتكون شوية خاوية مقارنة مع باقي أيام الأسبوع. مشاهدي قناة جوج تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر. نشكركم على حسن متابعتكم، نشكركم على حسن التفاعل ديالكم، ونتلقاو إن شاء الله مباشر آخر، موضوع آخر. والسلام عليكم، وكنتمنى لكم عطلة نهاية.